بفاملي اليوم مشاهدينا رح نحكي عن التردد والشك بالعلاقة، هون مش لما بتكون حالة مرضية إنما لما بتكون مرحلة طبيعية بالعلاقة خاصة قبل الارتباط الرسمي. في أسئلة كتير لازم يطرحوها للعرسين حتى يأكدوا إنه اختيارهم كان بمحله، يعني اختاروا الشريك المناسب لحياتهم. أسئلة جوهرية رح نركز عليها اليوم مع ضيفنا سيد فادي الحلبي. أهلا وسهلا فيك فادي. بونجور، لك كيفك؟ الحمد لله أنا منيحة. حضرتك مستشار نفسي للأزواج والراشدين، نحن نستفيد دائما من خبرتك بالقليل مرة بالأسبوع حتى نطرح أمور كلنا بنستفيد منها بعلاقاتنا الشخصية. اليوم بدنا، بما أنه نحن على بواب موسم الأعراس وكتار قادمين على هالخطوة المصيرية، حبينا نطرح الموضوع اللي هو الشك والتردد. وأنت قلت لي تحت الهواء أنه هي مرحلة طبيعية بالعلاقة خاصة بهالمرحلة بحياتهم. هي مش بس مرحلة طبيعية، هي مرحلة لابد منها. نعم. مثل ما كان عم بقول أمين أنه تردد الشك عم بيقطع فيه، ومثل ما هو بيعطينا تبسات لتمارين جسدية كمان الزواج قبل الارتباط، ونقطع كمان بتمارين نفسية وفكرية وعاطفية تنفحص العلاقة إذا نحن رايحين على ارتباط ناضج، ارتباط رح يهيئنا لعلاقة صحية، ولا لحنا بس رايحين صوب ارتباط بس لحنا واقعين بالحب ومش شايفين العلاقة بكل أبعادها. يعني نقدر نشوف العلاقة مثل ما هي بالواقع، مش مثل ما لحنا بنتصورها أو بنتمنيها جواتنا. يعني إذا وصلنا لهالمرحلة وحاسين إنه كل شيء تمام وما في أي مشكلة، بنكون بعدنا مأخوذين بالعلاقة. يعني هو والغرام. صح، هو خطر العلاقة بالأول هي المرحلة كتير حلوة، مرحلة الغرام، بس الغرام بنفس الوقت بيعمل مثل ما قلنا عملية تجميل للشخص. بنصير بنشوفه روعة بكل شيء، ما بنشوف إلا الأشياء الحلوة بالشخص، ونحن بالتالي بنقدم حالنا بأفضل صورة. مزبوط. هون خطر إذا أنا ما بلشت أمرق بمرحلة ما بعد الغرام، اللي هي المرحلة إنه برجع بشوف الشخص مثل ما هو بالواقع، بكتشف إنه هو منه كامل مثل ما أنا بدي إياه أو مثل ما أنا بتمنيه، وإنه في أمور نتميز عن بعضنا فيها، في أمور نبلش نعمل فيها عليها مفاوضات. هون ببلش شوي التردد والشك، إنه أنا عم بقدر ابني عم بعمل انسجام حقيقي، عم بنسجم معه، عم بنسجم مع بيئته، مع عيلته، عم نتفق على قيم أساسية بتجمعنا لبعدين. قيم العلاقة مثلا بالعلاقة مع المحيط، قيم العلاقة بالولاد، بكرة بدنا ولاد ما بدنا ولاد، كم ولد العلاقة، إذا أنا بكرة بدي أشتغل مثلا كمرأة أو ما بدي أشتغل. يعني هيدي نقاط أساسية لازم نكون متفقين عليها قبل ما نخطي هالخطوة. مزبوط. لا، بدي استفيد من كل دقيقة معك فادي، بس تخبر المشاهدين أن احنا بانتظار اتصالاتهم إذا حابين يشاركونا أي تجربة عاشوا فيها حول هالموضوع، أو إذا حابين يطرحوا أي سؤال حول موضوعنا. صح، لأنه أنا بلاقي غالبا وانت يجوا لعندي على عيادة منشوف أنه قبل الزواج قسم كبير من هالأشخاص ما تعرفوا على بعضهم. مزبوط. يعني ما عرفوا بعضهم، اكتشفوا بعضهم كل واحد مثل ما هو، تيكونوا وصلوا لتسويات حقيقية. يعني كانوا بعضهم أو بمرحلة الغرام أو شايفين أنه في بعض المشاكل، بس ما تبين أنه هو المشاغل بمشاكل بيتصلحوا طبيعياً وعفوياً بعد العلاقة، بعد الزواج منهم لحالهم. وهذا غلط كبير نحن بنقع فيه، أنه بنترك للزواج المشاكل أنه هو بيحل، أنه الأمور بتحل حالة بحالة. يعني لازم نطرح هالمواضيع والنقاط قبل الزواج. أكيد، لأنه هيدي من الأساطير الخاطئة أنه بعدين القصص بتزبط، أو يلي بيتزوج أو الحب بيتغلب على كل شيء، أو الحب بيتغلب، وهذا أكبر خطأ. نعم. صح، الحب لحاله كتير مهم، بس الحب لحاله ما بيكفي. نعم. تيبني انسجام، تيبني قيم مشتركة، تيكون في احترام، تيكون في تكامل بالعلاقة، توزيع مسؤوليات واضح. هيدي الأمور كلها إذا احنا ما بنحطها على محك، ما بنختبرها، ويكون عندنا شجاعة نواجه هالأمور. العلاقة الجنسية كمان شو نظرتنا لها، كيف بنشوفها. نعم. شو خبرة كل شخص، إذا في خبرة أو ما في خبرة، كيف يعني منعبر عن هذا الموضوع. هيدي أمور لابد أنه تنحكى فيها. يعني الحب لوحده ما بيكفي فادي؟ الحب أكيد ما بيكفي إذا من ارتبط بنوعية شراكة متينة، لأنه منقضي كل حياتنا عم نفتش على الحب الحقيقي والشخصي بدنا نحبه، وكأنه هيدي الناحية الوحيدة اللي منركز عليها ومننسى بقيت النقاط الأساسية. الحب إذا كان مجرد عاطفة، مجرد انجذاب، مجرد إغراء، مرتبط مع مجموعة قيم ومبادئ
بتخلينا نعرف انه نحن قادرين نستمر سوا وننضج سوا وننمى سوا بقلب العلاقة ونحقق ذاتنا. ممكن بالعكس يرتد علي بكره لانه انا بحبه بس انا مجروحه معه، انا بحبه بس انا عم بتعرض لتهميش، انا بحبه بس ما بيحترمني. بيتحول لعذاب، بيتحول لعذاب بعدين، وبتصير ساعتها الصعوبه انه انا بدي انهي العلاقه ومش قادر انهي العلاقه لاني بحبه. نعم. يعني بصير حتى الحب بعدين بيلعب ضدي اكثر ما بيلعب بخدمه العلاقه. مش هيك انا عم بقول انه ما لازم ننتبه ما نتزوج كثير بكير بالعلاقه، على كل حال الجيل الجديد صار بينتبه، بس بعد في يعني قد ايه عم نحكي بعد في سقفات بلبنان نسمع في ناس بيتزوجوا بعد 6 شهور بعد 3 شهور ناس بعد 5 سنين. صح، انا قصدي العمر المبكر بالزواج. يعني اليوم بده يتزوج بال 18 وال 20 انا بلاقي انه هيدي كثير بكير بلبنان. اذا الواحد ما تعلم ما بلش شوي بالشغل بالعالم كله بلش اختبر حاله اكيد بالعالم كله، بس بلبنان بعد في سقفات بعد في بتشجع حالات كثير بتصير انه انت اذا قطع عليكي عمر معين راحت عليكي. هو المفاهيم لازم الاولاد يتصدوا لاهلهم، ما يقبلوا هيدا النقاش انه انا لازم اتزوج واذا قطع عمر معين راحت عليكي، ونستسلم لهالموروثات الخاطئه والمدمره لحياتنا بعدين. هالضغوطات الصبايا بيعيشوها اكثر من الشباب اكيد طبعا. او انه انا والله صار لي سنتين ثلاثه مع الزواج وانا مش مرتاحه بس تعودت عليه وتعودنا عليه هيك تنتزوج، او خوفا من رده فعل خوفا المجتمع، خوفا من رده المجتمع انه شو صاير عليكم ولو ومدري شو. اذا بتروح الشغله بالولو بدفع بكره تمام لحالي. نعم. لانه اللي عم بيقول ولو ما فرقاني معه بكره اذا انا مبسوطه او مش مبسوطه، انا بالنهايه مسؤولة عن سعادتي، ما حدا غيري مسؤول عن سعادتي وراحتي بقلب الزواج. فمشان هيك التحضير اكتشاف الاخر مثل ما هو، نقطع مرحله الغرام تنفوت بمرحله المفاوضات، هيدي مؤشرات صحيه. يعني انا قد ايه بوثق فيه، قد ايه بيوثق فيي، قد ايه بشعر بالامان معه، قد ايه بشعر بالامان معي، قد ايه بيحترم لي رايي، قد ايه بحترم له رايه، قد ايه بيصغي لمشاعري ورغباتي، او عنده ميل انه يطنش او يتملكني او يسيطر علي. نعم. هل عنده ميول سيطرة؟ هل عنده ميول أنانية واضحة بقلب العلاقة؟ قديش بقدر افتح معه مواضيع من دون ما احس انه انا بينحكم علي الى اخره؟ بيحترم لي خصوصيتي اذا عندي اصدقاء عندي نشاطات معينين، ولا عنده ميل انه ياخذني لعنده او اخده لعندي وما يحترم هالخصوصيات اللي عندي اياها؟ بيشجعني بشغلي، بيامن باحلامي باهدافي، ولا بس بهمه وهو يكون موجود وهو يكبر وهو ينضج على حسابي؟ خلينا نطرح سلسله من الاسئله اللي لازم بالقليل يفكروا فيها العرسين قبل ما يقوموا بهالخطوة. فادي مزبوط، يعني كل هول إذا بدك المبادئ أو المعايير المؤشرات إذا ما منحطهم مزبوط ومنفحص العلاقة من خلالهم، مش هيك التردد والشك هو علامة صحة. أنا بوقت الأوقات بقول طب أنا هيدا هو الشخص المناسب، لا مش هيدا هو. نعم. عم شوف العلاقة من كل أبعادها، ولا بس أنا مأخودة بالعاطفة مثل ما قلت رولا وما شايف الأمور، يعني ما شايف الحقيقة مثل ما هي. بعدين قصة الانسجام مع العائلة الكبيرة كمان مهمة، قديش هالرجال أو هالمرة مستقلين عن عائلتهم؟ يعني فكوا الارتباط النفسي والعاطفي تيقدروا يرتبطوا بشخص، ولا لا منحس انه في سيطره كثير من الاهل بيتحكموا بقراراتهم الكبيره والصغيره بيخدوهم؟ لكن هالامور بتظهر ما ببدايه العلاقه، المفروض تظهر، المفروض يكون الشخص عنده رادارات بينتبه. نعم. يعني بيلاحظ بيراقب دقيق بهالامور، مش انه ايه بيطنش. نعم. حتى اذا شخص عنده ميول للعنف، ميول لعدم الاحترام، اذا شفت كم مشهد قدامي من هذا النوع واختبرته، مش انه طنش عنه واعتبره لا انه ثاقبت، يكون انه او نقول انه هو او هالشخص هو بس هيك مع الاخرين، مش معقول يكون معي انا مثلا هيك. يعني هو بدنا ننتبه لهم انه هالطباع، لانه اليوم اذا في نفور بالطباع كثير وبدنا على طول نعمل مفاوضات تنبقى سوا، هيدا منه مؤشر صحي. اذا في ميل للشخص انه يتملكني وانه يسيطر علي وانا ما عندي مكاني ما عندي مساحه لإلي، كمان هيدي منا علامه صحيه. نعم. في معنى اتصال فادي، فينا ناخده؟ اكيد. صباح الخير. توت توت راح تردد الاتصال. في شك بالاتصال. طب بس نقطة واحدة حابة ركز عليها، لأنه هيدي من الأشياء اللي أنا اكتشفتها، أنه كتير حلو أنه نكون مغرومين بالشخص ويكون هو الشخص المثالي لإلنا، ولكن أوقات كتير ما منقشع المحيط اللي هو فيه، البيئة اللي هو فيها، الباكج اللي هو بيجي معه هالإنسان. قديه مهم هالباكج؟ هلأ اليوم إذا رحنا جايين كل واحد بيجي من بيئة رولا، بيئة يمكن بتشبه شوي يمكن ما بتشبه، خاصة إذا كان في اختلاف بالطبقة الاجتماعية، اختلاف بالدين، هول أمور جوهرية بدي أشوف أنا كيف بدي أدير هالاختلافات. هل أنا قادر أوصل لتسويات مشتركة؟ هل رح نتفق على التفاصيل بكرة كيف بدنا ندير حياتنا؟ أنا بقول
بكل الأحوال إحنا رح نجي من بيئة مختلفة، بس التحدي إنه نحن نخلق بيئة شخصية لإلنا، نعم. عادات شخصية لإلنا، قيم شخصية لإلنا، مستقلة. هل في استعداد ولا أنا لا، أنا جيت على عائلتي، فإذا أنت بتنتمي لعائلتي ما أبقى نعم. لك خصة بعائلتك، أو العكس بالعكس. في أشخاص بيفوتوا بهذا المنطق إنه أنت صرت بتنتمي لهالعائلة، بتقطعي كلياً مع العائلة والثقافة، بتنتمي لبيت فلان. هيدي الأيام اليوم تغير، هيدي الأيام تغيرت. اليوم في شراكة، في شراكة، هنبني شراكة، أيام مشتركة، بيئة مشتركة. بطلت قصة أنا والله بنتمي وعلى عمياني وما بفكر وما عندي رأيي وما عندي الكونتريبيسيون، المشاركة تبعولي، المساهمة تبعي بقلب العائلة. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. تفضلي مدام. أنا خطبت شهرين بحياتي، بعدين تزوجنا تقريبا 4 سنين وانفصلنا، وهلأ حاليا يعني ما عم فكر حاليا بالزواج، بس لما بتخطر ببالي الفكرة بيصير عندي نوع من إنه الخوف اللي يصير في انفصال تاني. قداش بينصح بفترة التعارف وشو الأشياء اللي بتدل إنه في توافق بين اثنين حتى ياخدوا بعضهم؟ نعم. هلا اكيد لما شفتي قالت انه تخطبنا شهرين، هلا ما بفضيش بقيه، بس اليوم شهرين وثلاث اشهر ماشي اللي بعمر عائله، عليه تكتشف شخصيته، بدنا وقت اوقات لسنه تنكتشف عن جد بعضنا مزبوط. هل زواج بسرعه او بيتعرف على بعضهم بالانترنت ابو شهرين ثلاثه بيجي له جمعه جمعتين متزوج بسرعه، هيدا علاقه ريسك كتير كبير، وفي الاكبر عم تنتهي بطلاق طبعا، لانه ورا شاشه الكمبيوتر، انا ورا اللابتوب تبعي، انا عندي الحريه انه اقدم الشخصيه اللي بدي اياها، او ممكن حس بحب وغرام وانجذاب، بس انا اكتشف مكونات الشخصيه بقلب الواقع، امر مختلف تماما، مختلف جذريا. فهيدي شغله كمان اساسيه، وعم بتصير اوقات مع كثير ناس عايشين برا وبحبين يتزوجوا لبنانيه وكذا، وبيركضوا بسرعه بس لو لازم يتزوج. سالت قد ايه فتره التعارف لازم؟ انا قلت بدها تكون فتره طويله حسب كل ريتم، بس انه اكيد مش اقل من 3 أو 6 شهور، ناخذ وقتنا، سنه، 9 أشهر، سنه ونص، يعني بس انه بده يكون في مسافه كبيره نقدر نتاكد وطرحنا كل الاسئله، واكيد تنطرح كل هالنقاط او الاسئله. هلا في شغله قالتها المدام، انه انا لما طلق وعم تقول انه بعد قديش فيني ارجع ارتبط، اذا ما طويت صفحه العلاقه الاولى، يعني عملت الحديد النفسي كله، نعم، قطعت بالبريك اب ستيجز كله، قطعت بمراحل الانفصال النفسي، ما بقدر ارجع ارتبط، ارجع اتصالح مع ذاتي، ارجع اتصالح مع رغبتي انه انا ارجع ابني علاقه جديده، ما نتردد او نفوت بعلاقات تعويضيه كمان بتأزم الموضوع اكثر ما انه بتساعدني انه ادرك ذاتي واتحرر من جوا وانضج من خلال هيدي العلاقه. فهيدي كلها امور اساسيه رولا. انا بقول لك اذا، وانا دائما بسالهم لما يجوا عندي العياده، شو تغير عليك قبل الزواج؟ لما يقولوا لي ما تغير، معناتها عرفته مزبوط، مش انه بعد الزواج فجاه صار شخص اخر لانه كان مخبى شيء او ما مفرجى شيء، او انا ما كنت ادركته مزبوط لانه كنت متاخده بهالحب ومش مصدقه. لا، بدي صدق، بدي اشوف، بدي المس الشخصيه بكل جوانبها، تعرف قول انه عن جد في انسجام. بس بنفس الوقت فادي بيقولوا انه مش ممكن تعرف الشخص تماما قد ما تمتدت فتره التعارف الا ما تعيش معه ببيت واحد. هيدي كمان من الاساطير يلي انا برفضها، نعم، اللي منا مزبوطه، لانه في حد اكثر من ادنى من انه اعرفه مزبوط، بيبقى الحياه المشتركه اليوميه كيف نديرها بخصوصيات صغيره، في اختبارات حتى ولو كانت صغيره بتعيشوها سوا، بتكون بتدل مزبوط. بس في حتى بقلب الزواج انا بقول لك في امور يمكن ما بدركها بالاختبار اليومي كيف نعيش سوا، بس هيدي ما بتشكل القصص الجوهريه يلي المفروض انا ادركها قبل الزواج. يعني ما معقول انا كاركتيره اتعرف عليه قبل الزواج ما كنت تعرفت عليه قبل الزواج، ما معقول القيم الاساسيه اللي لها علاقه بالاهل، اللي لها علاقه بكره باحترامنا لبعض، الاولاد، تربيه الاولاد، المراه العامله، صح. هلا مزبوط، تربيه الاولاد هي تجربه ما بنقدر ندركها قبل الزواج، ولكن بقدر ما نكون محضرين لها، يعني بنعرف يكون في عنا توافق مشترك على التواطي مع الاولاد، يكون في دعم مشترك، يعني شو دورك شو دوري، كيف بنتبادل الادوار، ايه بنقدر نتفادى انه هذا الموضوع يشكل ازمه للعلاقه بقدر ما بيكون مكمل وثمره لحبهم وثمره نضجهم بالعلاقه، مش بس ثمره الحب، ثمره نضج علاقه كوناه سوا ووصلنا له. نعم، اوقات المراه بتكون عامله قبل، نعم، ما تتزوج، وبتتزوج وبتكون متوقعه انه راح تكمل عملها وتقدر تحاول توفق مثل ما كثير نساء عم بيعملوا اليوم بين مسؤوليتها المنزليه ومسؤوليتها المهنيه، وفجاه بتلاقي حالها انه ممنوع تشتغل. ايه طبعا، هذا كان مسموح
وكان ممنوع قبل الزواج كمان هيدا مؤشر سلبي للعلاقة. والمرة هون عندك كل الحق انه تتصدى وتقول انه هيدا ايه مش اتفقنا عليها. ما بيقدر يجي واحد يغير ويتحكم بالتاني، وقال ما كان في صدق او ما كان في نضج بالقرار او كان في بحث عميق عن هيدا المواضيع. مش ان هلا اذا هي قررت لحالها بدها توقف لاسباب معينه، هيدا طبعا قرار بيرجع لها وبيقدروا يكون في مشوره بيناتهم. بس الشيء متفق عليه قبل الزواج ما في يتغير بعدين بعد الزواج، والا في مصداقيه الاخر والتزامه يعني ممكن كمان بعد الزواج يتغير بامور تانية. صح، فهيدي امور القيم الاساسيه هون بتتزعزع كمان الثقه بين الشريكين. خلينا نسمي شو هن القيم الاساسيه. القيم الاساسيه لها علاقه بالاهل، لها علاقه بالاداره المصاري، كيف نحن نظرتنا للمال، تشاركنا بهذا الموضوع، لها علاقه بالعلاقه الجنسيه، نظرتنا لتربيه الاولاد، نظرتنا للخصوصيه الشخصيه والخصوصيه المشتركه. انا شو يعني غير انه دوري كزوجه، دوري كامراه او كرجل، كيف بده يكون بالحياه، بالعمل، بعلاقات الاجتماعيه، بالنشاطاتي، حياتي اللي كانت قبل الزواج، حياتي اللي كانت قبل ايه، قديش في توافق بهول المواضيع. لما نحن نحط هالمداميك ايه علاقتنا بيكون عندها حظوظ كتير كبير من بعد العلاقه تكفي بشكل صحي وتكفي بشكل ناضج. نعم. اتصال لاخر. صباح الخير. الو، صباح الخير. راح الخط. فادي، اوقات ما بنقدر نطرح كل هالامور قبل الزواج، وبيتم الزواج وبيمرق بعض الوقت وبنكتشف انه في هل اختلافات تحولت لخلافات. شو خياراتنا بهالموقف؟ هلا ممكن تصير، ايه ما بقول لا، ما بيعني هذا الشيء انه هيدي نهايه العلاقه. اليوم بدنا نشوف هيدي الاختلافات قديش رح نقدر نعملها اداره ناجحه، قديش فينا نوصل لتسويات ناجحه، وبدنا نشوف وين مكامنا. يعني بتتعلق يعني ممكن نختلف يعني على بعض هالنقاط الجوهريه ونستمر بالعلاقه. ايه اذا قدرنا نوصل لتسويه، اذا قدرنا يكون في اصغاء عميق لكل واحد وشفنا شو اسبابها وكيف ممكن نقدر نعالجها. اليوم كثير اوقات يعني بيجوا بيكون في اختلاف على امور بتكون اوقات عند الاشخاص بيفكروها كثير كبيره. ليه؟ لانه تمترسوا تجاه بعضهم، لانه ما قدروا عملوا اذا بدك تواصل صحي خلى كل واحد يعبر عن حاله، وفاتوا بدائره سلبيه للمشاعر والافكار. كتم بيتراكم. بس هذا بيسمح بعدين ونحن نقدر نرجع نساعد الاشخاص يرجعوا يتموضعوا بطريقه ثانيه ويحاولوا حقيقه ينقذوا العلاقه. فمش معناته نحن خلص انه انحكمنا، بس انا عم بقول انه منوفر علينا كثير امور انه نوصل لهون اذا حضرنا بشكل جدي قبل العلاقه. خلينا ناخذ بعد اتصال. صباح الخير. الو، نعم تفضلي. انا ما عم بسمع كثير، واطي الصوت. الو مدام، بدك تحكي من الاباري. رح يرجعوا يعودوا الاتصال فادي. فاذا ما بنفقد الامل اذا لقينا في خلافات جوهريه بيننا وبين الشريك. يعني ايمتى لازم نلجا لشخص مثل حضرتك؟ هلا انا بقول لك انه اوقات في امور لها علاقه كمان بالشيء حكينا عنه قبل، الطريقه اللي بتعلق فيها. انا في الاشخاص اللي عندهم شوي شخصيه قلقه اذا اخذوا حدا عنده شخصيه شوي تجنبيه يعني إيفيتانت، ممكن هؤلاء الأشخاص يصير في بيناتهم كلاش لأنه ما بيعرفوا كيف يديروا العلاقة. كل واحد بيكون عنده سلم قيم مختلف، إذا ما عرفوا رجعوا عملوا تسوية قربوا من بعضهم، إيه ممكن تعمل كلاش بقلب العلاقة. في أمور مؤشرات أكيد بتخلينا نقول إنه هذا الشخص مرتاح أو مش مرتاح. هلا اللي بيصير أوقات إنه أنا أوقات حتى بيجوا لعندي رولا قبل ما يتزوجوا وحابين يعملوا هيك مثل تشيك أب إنه علاقتنا ظابطة، مش بكون عندهم بعض الأسئلة، منميز مثلا إذا هذا الستريس بيفور مارج يعني الضغط قبل الزواج. نعم. اللي هو مختلف أو كليا بالفعل في أو في شيء أعمق من هيك بيخليهم يحسوا شوي باضطراب أو قلق قبل العلاقة. في قلق طبيعي، في تردد طبيعي، له علاقة يمكن بالعرس بحد ذاته، وفي اشياء لا بتعبر عن مشاكل اعمق نحن ما عم نقدر يعني مش غلط انه يلجأوا لحدا بيسمع لهم بالقليله اذا شعارين انه هيدا مرحله القلق والتردد ما عبروه
وبعدهم ايه في شيء مش محسوم نهائيا جواتهم، مأكد انه الافضل انه يكون في صراحه بيناتهم او يلجأوا لحدا يساعدهم على التمييز يلي عم بيصير بيناتهم. شكرا لك فادي الحلبي. في شيء بيصير بعد الزواج حتى ولو كانت هالنقاط الاساسيه مشتركه بين الطرفين، مع مرور الوقت 5 سنين و10 سنين بنلاقي انه الاشخاص من الطبيعي انه يتطور، وبنلاقي انه كل شخص يتطور باتجاه مختلف. فبتامل نحكي عن هالموضوع بحلقات مقبله. اكيد شكرا لك فادي. مرسي.